في منها الوان ولا هو اللون ده؟ في منها 6 ألوان يا جماعه، بصوا 2 في 3. بصوا دي جميله جدا، دي حلوه قوي، دي جوبلان ب65 جنيه. تمام، في منها طبعا الالوان دي صح، في برضو منها 6 ألوان، دي في منها اكتر من 8 ألوان يا جماعه. تمام حلو قوي ماشي. كامل كنبتين وكرسيين و6 مناديل يا جماعه. بصوا دي حافظه مرتبه يا جماعه، بصوا حلوه قوي بصراحه، دي ب50 على مرتبه. ايه مقاس كام؟ كام؟ 1.20 متر يا جماعه. بصوا في كمان منها الوان صراحه، بصوا يا بلاش والله تحفه، ب25 جنيه، جميله جدا. دي بكام دي؟ بس حلوه قوي، في منها طبعا الوان بالوانها، يعني هو حتى اللون ده كمان قال لي ان هو فيه اكتر من 8 ألوان، واللي هو المقاس الكبير ده 2 في 3 كمان حلوه، يعني الفايبر بتاعها جميل جدا، طريه كده وناعمه قوي خفيفه. في منه مقاسات بس كله على نفس السعر، كله على نفس اللون ونفس السعر ب20. بصوا يا جماعه ده كفر مرتبه 1.20 متر ب25 جنيه. ماشي تمام ماشي ب25 يا جماعه. بصوا حلو على فكره، الله بصوا ده يا جماعه كبير جدا، بصوا كبير وحلو. طبعا في منه اللي هو الحاجات اللي ورا دي، ده مفرش سرير. بصوا يا جماعه ده مفرش سرير ليه كرانيش كده، يعني هو شكله ان هو بيبقى ليه كرانيش اهي، هو كده بالقلبه. بصوا شكله سرير كبير ولا صغير ده؟ ايه بكام ده؟ ده ب35. بصوا يا جماعه ده ب35 جنيه، يعني بصوا كفايه الكفر اللي هو اللي فيه والرسمه بتاعته والكرانيش، لا حلوه الصراحه جميل. دي خده دي ب50، شلته دي ب50. تمام ب100. البشكير ده كله ب100. تمام مقاسه كام ده؟ هو كبير انا شايفاه اكبر حاجه، خلاص تمام. واللي وراه، واللي وراه ده ب100، هو خامته اتقل شويه من ده صح؟ قطيفه تمام ماشي. وده ب100، وده ب100 برضو. تمام بصوا يا جماعه ده كله ب100، وده ب100 برضو، وده ب100 برضو. البشكير الكبير شايفين شكله حلو قوي، وده ب100، وده ب100 برضو كمان، وده ب100، وده ب100 برضو يا جماعه. بس بصوا خامتهم حلوه وكبار، يعني المقاسات بتاعتها كبيره. وده ب120 الرصاصي، الرصاصي ب120 يا جماعه، والابيض ده ب120، والابيض ب120 مقاساتها كبيره برضو. الابيض ده ب100، والابيض ده ب100 اللي هو مقاساتهم زي اللي فوق دي. تمام بصوا بقى تعالوا نشوف كده كذا حاجه من اللي موجوده عندهم عشان نعرف سعرها برضو. الفوط دي على كام؟ على 10. بصوا دي يا جماعه على 10 جنيه شايفين شكلها اهي. انتوا هنا اسمكم ايه؟ 10 بس، معلم هاني. فرشه ايه؟ المعلم هاني. المعلم هاني يا جماعه، دي فرشه المعلم هاني. بصوا ديت برضو تنفع فوط سفره، دي تنفع فوط سفره صح؟ ب 10 جنيه ومطبخ كمان، شايفين شكلها؟ بصوا الوانهم حلوه قوي، ب 10 جنيه يا جماعه. دي الفوطه من دي ب 10. بصوا برضو في اللي هو اللون ده بصراحه حلو، يعني تنفع كفوطه مطبخ او فوطه سفره كمان. بصوا هي مقاسها كبير ماشي. هدي كده دي بكام دي؟ ده ب100. بكام الكيس؟ اللي هو كبير انا افتكره صغير، ب100 برضو يا جماعه. بصوا مقاسه كبير، عامل 100 جنيه برضو. ب 20. ده على كام؟ 45. ده ب45. بس بصوا خامته تقيله جدا يا جماعه وقطن، في طبعا منه الوان كتير. كل اللي احنا شايفينه دي حاجات مطبخ او سفره ب 10 جنيه. واكياس الخدديات دي بكام؟ ب 10. بصوا كيس الخدديه كبير يا جماعه ب 10 جنيه. ده ب 10؟ ب 10 ده. بصوا بس مقاسه كبير، استنوا نتاكد. ده ب 10 كيس الخدديه؟ ب 10 جنيه يا جماعه كيس الخدديات. بصوا بس حلو والله، كبير مقاسه كبير وحلو قوي. تعالوا نشوف حاجه تاني كمان. 75. عاجبني قوي على فكره كيس الخدديات يا جماعه، عايزه واحده اهو اتفضلي، ب 10 جنيه يا جماعه ده. بس كخامه حلو جدا يا جماعه وكبير، بصوا مقاسه كبير جدا، دي كلها فوط. تعالوا نروح بقى هناك كده ونشوف الحاجات اللي موجوده عندنا. تعالى حبيبتي كده سنه صغيره كده، دي الفوط اللي قال لنا عليها،
انت قلت دي على 40 صح؟ على 40 ده ولا على كام؟ نتأكد برضو يا جماعة. ده على كام؟ 45. بصوا ده يا جماعة ب 45، في منه ألوان كتير. كل دي الألوان أهي. بس كبير، بصوا بقى يا جماعة كبير أهو. ب 45 أهو. ماشي. كام؟ مخلص. شايفين شكله؟ هو قال لك ده على كام؟ دي اللي ب 40 جنيه يا جماعة، بصوا. تعالوا كده نشوف حاجة تاني. وراني كده، وريني دي كده، ثواني دي افردها كده. دي بكام دي؟ دي ملا ستارة بكام دي يا بابا؟ دي 3 في 3 ب 200. دي 3 في 3 ب 200 قطيفة. تمام، 3 في 3. في منها ألوان ولا هو اللون ده بس؟ اللون الرصاصي بس يا جماعة، هو ده ب 200 جنيه 3 في 3. بس هي جاهزة. كان فين بيتي بتقول؟ تمام. أنا عايز أحط التليفون بتاعي. ما أنا عايز أحط رقم، اديني رقم التليفون. 012 2 790 81 32. هاني شكري. هاني شكري. اللي عايز يوصل لك يجي ازاي؟ شارع عيش النخل. شارع عيش النخل. وكالة البلح شارع عيش النخل. تمام، وكالة البلح شارع عيش النخل. بيبقى بتبقوا يوم الاحد بس. يوم الاحد بس، والجمعة في امبابة. ايوه المولية وهي كشري الحجاج. الجمعة في امبابة يا جماعة، مكانك فين في امبابة؟ في المولية ورا كشري الحجاج. ورا كشري الحجاج بيبقى يوم الجمعة. تمام، عايزين برضو نشوف حاجات تانية كده موجودة عندك. ده ايه يا حبيبي؟ ده قول لي ده ايه كده؟ كفر مرتبة 120 ب 120. ده 120 ب 120 كفر مرتبة 160 ب 160. ووتر بروف، يعني اللي هو ضد الميه يا جماعه. بصوا شكله على فكره حلو يا جماعه، تحفه قوي. بصوا ضد الميه، يعني ما فيش ميه تتسرب من تحت كده ولا اي حاجه. اهي اسمه ووتر بروف. في منه الالوان بقى اهي، بصوا الالوان بتاعته اهي اهي. في منه الوان كتير، بصوا في منه النبيتي وفي البنك وفي اللون ده. ده ب 75 مفرش سرير. ده ب 75 متر و20. متر و60 ب 100 جنيه. متر و60 ب 100 جنيه، بصوا الالوان بتاعتها. البرنس بكام؟ ب 200 جنيه. البرنس يا جماعه ب 200 جنيه. دي تنفع ستاره وتنفع مفرش، اللي هي اللي فوق دي يعني تنفع ستاره ومفرش. دي بتقول على كام؟ 75. في حاجه زي كده للكنبه. بصوا دي للكنبه يا جماعه، بس شكلها حلو. ب 25. تمام، حلو قوي. في بينا حاجات للكراسي بقى ولا هي بتبقى للكنبه بس؟ ب 10 جنيه. بصوا يا جماعه تحفه، خامتها جميله جدا. بصوا، طب والله جميله. ب 10؟ ب 10 يا جماعه، والله حلو قوي. بس هو كله اللون الابيض بس صح؟ اه ابيض. بس جميله هي، تنفع هي طبعا بيضات. دي ب 10 جنيه يا جماعه. قول لي بقى ديت على كام؟ اللي هي ال ده مفرش سرير. والكبير في منه كبير؟ بصوا يا جماعه، ينفرش مفرش سرير صغير ب 75 جنيه. بصوا بس خامتها حلوه، تحفه قطيفه. واللي هي اللي فوق المعروضه فوق دي، بس لونها وخامتها حلوه. بصوا ب 75 جنيه بصراحة يا جماعة، يعني يا بلاش والله العظيم. ده الووتر برو اللي هي الكفر المرتبة، في منه طبعا ألوان كتير زي ما احنا شفنا. واحنا خدنا كده رقم التليفون و هاخد الاثنين دول. يا استنوا برضو كده ثواني. بص يا استاذ، محل الهدوم اخوه قاعد هناك اهو، اسمه سامي. ده برضو اكياس الخداديات يا جماعه، برضو ب 10 جنيه. بصوا ايه الملايه دي ولا ايه؟ بصوا البرنس بيقول ب 200 جنيه. البرنس بس تقيل يا جماعه، بصوا اهو البرنس ده يا جماعه ب 30. ب 200، ب 200 جنيه. في منه الوان اهي. بصوا البرنس ده في منه الوان، بيقول ب 200 جنيه. ب 200 جنيه البرنس يا جماعه. بس خامته بصوا يا جماعه، 15 جنيه حلو قوي. اللي هي ايه دي فوت؟ دي ب 15 يا جماعه. بصوا حلو قوي يا بنات، 15 جنيه جميل قوي.
ده ب 15 بس ب 150. السكن عدمت خالص؟ لا يا عم اشوف قد ايه. انا ايش عرفت؟ اتفضلي ريدي ان شاء الله يبارك لك. دي حلوه قوي. 150 سكول. اتفضلي خلي في سكه يا عم. انا اتكلمت؟ لا اتكلمتي. لما تيجي قلت إيه؟ عروسه قلت لك خلاص. طب ما والله بس كده. ايوه طب اشوفهم احذفهم لي. مالكش دعوه بيهم. هو ايه ده؟ مش تحذفهم لما اشوف شكلهم؟ اشوفهم لك يا عم. انت شفتيهم؟ ماشي يا شيحة. وريني كده الحافظة دي. اه تمام. دي على كام؟ 2 في 3 دي 250 يا جماعة. 2 في 3 بصوا شكلها. في منها ألوان ولا هو اللون ده؟ في منها 6 ألوان يا جماعة. بصوا 2 في 3 ب 250. تمام ب 250 يا جماعة. مقاسها 2 في 3. بصوا دي جميلة جدا. دي حلوة قوي. دي جوبلان ب 65 جنيه. تمام. في منها طبعا الالوان دي صح؟ في برضو منها 6 الوان؟ دي في منها اكتر من 8 الوان يا جماعه. تمام حلو قوي ماشي. ده طقم انتريه. بصوا يا جماعه ده طقم انتريه كامل. كنبتين وكرسيين وست مناديل يا جماعه ب 200 جنيه. تمام عامل 200 جنيه يا جماعه ده. وطبعا في منه الوان يعني. بصوا الحاجه موجوده منها الوان كمان. تمام قول لنا ايه تاني عندك. دي قطريه. دي حافظه مرتبه. حافظه مرتبه قطريه. بصوا دي حافظه مرتبه يا جماعه. بصوا حلو قوي بصراحه. دي ب 50 على مرتبه. ايه مقاس كام؟ كام؟ متر و60 يا جماعه ب 50 جنيه. الفوطه ب 25. الفوطه ب 25. والله تحفه يا جماعه. بصوا جميله ب 25 جنيه يا جماعه. بصوا في كمان منها الوان بصراحه. بصوا يا بلاش والله تحفه ب 25 جنيه. جميله جدا. دي بكام؟ 40. دي ب 40. بصوا اكبر طبعا من دي بس حلوه قوي. في منها طبعا الوان. تمام. ده كفر مرتبه يا جماعه. ووتر برو اللي هو بصوا وراه كده باليستيك وبيبقى ضد الميه. حلو قوي ده. 120 ب 120. المتر و20 ب 120 جنيه يا جماعه. 60 ب 150. والمتر و60 ب 150. تمام ماشي. دي حافظه متر في 3. بصوا يا جماعه دي كمان حافظه متر في 3. كم؟ متر في 3. متر في 3. بصوا شكلها حلو قوي دي. 150. ب 150 جنيه يا جماعه. بصوا شكلها. الحفضات موجودة عنده بألوانها يعني. هو حتى اللون ده كمان قال لي ان هو فيه أكتر من 8 ألوان. واللي هو المقاس الكبير ده 2 في 3 كمان. الكفرات دي لونها كمان موجودة اهي. قول لي كده ثاني أسعار الكفرات اللي هي الوتر برو. المتر و20 ب120. المتر و20 ب120 والمتر و60 ب150 جنيه. بس حلوين والله يا جماعة. الفوط دي عجبتني جدا. بصوا يا جماعة حلوة قوي. بلاش. انت قلتي ب 20 ولا كام؟ 25 والثانيه ب 40 صح؟ دي الخداديه ب 50 جنيه. دي خداديه يا جماعه ب 50 جنيه. بس حلوه يعني. الفايبر بتاعها جميل جدا. طريه كده وناعمه قوي وخفيفه. دي ب 50 يا جماعه. ده برنوس. ده برنوس؟ ده برنس اطفال. ما انا رايحه اقول برضه. ده قطن صافي يا جماعه. برنس اطفال ب 75 جنيه. بصوا شكله. في منه وقاسات بس كله على نفس السعر. كله على نفس اللون ونفس السعر ب 75 جنيه يا جماعه اطفال. ودي الفوط دي على كام؟ دي ب 10. بصوا كمان الفوط الصغيره دي يا جماعه على 10 جنيه. اهي كلها على 10. يعني 12 لون. 12 لون يعني الدسته دي كلها على بعضها كده ب 120 كام؟ 10 ب 100. ال 10 دول ب 100 يعني الواحده ب 10 جنيه. بصراحه حلوه. وخامتها تحفه جدا يا جماعه. ثواني بقى هندخل على الحاجات الثانيه هنا. بكام بقى كبير؟ ادي ايه دي؟ ب 25. بصوا يا جماعه ده كفر مرتبه
متر وعشرين ب 25 جنيه. ماشي تمام ماشي ب 25 يا جماعة. بصوا حلوة على فكرة، كفر مرتبة ب 25 جنيه. دي بشكير الله. بصوا ده يا جماعة كبير جدا. البشكير ده على كام؟ ده ب 90 جنيه؟ تمام. بصوا ده ب 90 يا جماعة. وده بشكير تاني شكل تاني برضو، هو نفس السعر برضو صح؟ على 90 جنيه. في منه طبعا ألوان، بصوا التشكيلة هنا فيها منه ألوان كتير. مقاسه كبير، هو كام في كام؟ بشكير ده قد ايه؟ ده 90 في 180 يا جماعة، 90 جنيه. بصوا ألوانه كتير على فكرة، ومقاسه كبير وحلو. طبعا في منه اللي هو الحاجات اللي ورا دي، صراحة حلوة يا جماعة ب 90 جنيه والله يا بلاش. بصوا وخامته حلوة، خامته قطن كمان وكويس جدا. في منه طبعا ألوان، بصوا الألوان كتيرة اهي يا جماعة. كل دي الفوا البشاكير ب 90 جنيه. ده مفرش سرير، بصوا يا جماعه ده مفرش سرير ليه كرانيش كده، يعني هو شكله ان هو بيبقى ليه كرانيش اهي. هو كده بالقلبه، بصوا شكله. سرير كبير ولا صغير ده؟ ايه بكام ده؟ ده ب 35. بصوا يا جماعه ده ب 35 جنيه، يعني بصوا كفايه الكفر اللي هو اللي فيه والرسمه بتاعته والكرانيش، لا حلوه بصراحه جميل. ب 35 ده نفس الكلام برضو، ده برضو ب 35، بس ممكن يكون فيه اللي هي الغلطه اللي فوق دي، بس ممكن تتخيط يعني مش مشكله. ب 35 يا جماعه المفرش ده، ده بصوا مفرش كبير برضو وليه اللي هو الرسمه بتاعته دي كده الكرانيش، حلو والله. 35 برضو تمام والله حلو. هات هات عشان اثبتها على الفيديو. بصوا يا جماعه المكان بتاعه هنا اهي، محلات المحبه، تجهيز العرايش والعرايس والمفروشات، الفنادق، المعلم كميل وشحته. ودي ارقام تليفوناتهم يا جماعه للي عايز بقى يعمل سكرين كده على الرقم اهو. الكبير ب 100 وكام؟ 30. 130 الكبير. خمس قطع. والاطفال الاثنين مع بعض، ليتين وجسين وخديتين، يعني ست قطع. ست قطع بكام؟ ب 180 اللي هو ملايات الاطفال. كبيره قوي، كبيره قوي قوي اللي هي دي. كام عامله كام؟ 200. دي ب 200 جنيه اللي هي الكبيره، خمس قطع برضه. خمس قطع تمام ماشي. الملايه 3 في 3. الملايه يا جماعه 3 في 3. وفي بورنوس وفي بشكير قطن 100%. بكام البورنوس؟ ب 150. البورنوس يا جماعه ب 150، ده كبير ده؟ كبير يعني شبابي كده. تمام. وده ب 100. بشكير قطن والبشكير القطن يا جماعه 100% قطن. في منه طبعا الوان وبيقول ب 100 جنيه. تمام. الفوط دي قصدي الواحد ماله دماغه رفت. بكام هنا؟ شراب. الشراب يا جماعه بكوتونيل اهو، ب 5 جنيه اهو. اهو يا جماعه كوتونيل بكم؟ ب 5 جنيه. تمام. هي دي ايه؟ دي ملايه؟ ده قماش ملايات؟ تركي. يعني اللي ياخد بالمتر يعني؟ بكام؟ نعم ب 40 جنيه المتر. تركي. تركي؟ ب 40 جنيه يا جماعه القماش الملايات دي، بس في منه عندك الوان؟ ده يا جماعه اهو ب 40 جنيه المتر منه. هو البشكير ده عرض مترين 60. هو واحد ده والموف اهو عرضه. بصوا يا جماعه عرضه مترين 60 ب 40 جنيه. تركي؟ بتقول لي نوعه تركي صح؟ بصوا يا جماعه حلو، خامته حلوه وهو مترين. كام في كام؟ لا اكتب زي ما انت عايزه، بس هو عرضه مترين 60. مترين 60 يا جماعه. ودي طبعا اللي هو الكوتونيل بيقول ب 5 جنيه. ايوه شراب ب 5 جنيه كوتونيل. الفردتين يعني؟ ايوه بس العايز الفردتين. بصوا يا جماعه اهي. طبعا بصوا كوتونيل يعني اهي. اهي. كام الشراب؟ 5 جنيه. طب والله حلو يا بلاش. والبوكسرات دي على كام؟
15 كوتونيل برضه. بصوا برضه كوتونيل ب 15 جنيه يا جماعه اهي 100 اخره. على فكره حلوين قوي ال بصوا كوتونيل يا جماعه شايفين نفسكم ولا ايه يا رجاله؟ جيل فلنات فرز تاني. طب ما تدوسش على البضاعه عشان ما اقلبش وشك ده جزمان. بصوا الفوط اللي هي اللي فوق اللي احنا شفناه هنا ده في منه الوان ب 100 جنيه. تعالوا برضو نبص على حاجات تانية كده. تبقاش ده دول يالا الثلاثة دول. انا ماسكة حاجة انتوا ماسكينها معلش. اتفرج انا اتعلم 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 ب 15 يا جماعة. وريني الستاير. بصوا عندهم على فكرة دي الستاير كلها. الستاير دي بكام طيب؟ بصوا الستاير اهي عنده 3 في 3 ب 175 اي ستاره 3 في 3. بس بصوا بقى هي دي زي نفس الخامه اللي هنا دي. ودي بكام دي؟ 175 برضه. دي ب 175 برضه يا جماعه بس كلها خامات يعني كل خامه وليها سعر. في ستاير بتاع الفنادق زي كده ب 75 بلاك اوت برضه. دي بلاك اوت ب 75 جنيه يا جماعه. بصوا دي الستاير برضه بس تقيله. بصوا دي تقيله قوي يا جماعه ب 75 جنيه. بواقي فنادق. وده كيس لحاف ده اهو بكام الكيس اللحاف ده؟ كيس لحاف ولا ملي؟ ده كيس لحاف يا جماعه ب 75 جنيه. بصوا ب 75 احنا هنا شارع عش النحل دي ب 75 يا جماعه. بصوا ب 75 بكام هنا؟ دي حلوة قوي. خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. احنا كل الجولة دي كانت في عش النخل في الوكالة والفيديو بجد عجبني جدا. حلوة قوي الحاجات اللي موجودة أسعارها بجد يا بلاش. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك. كل سنة وانتم طيبين واشتركوا في القناة. مع السلامة وفي حفظ الله. باي باي.